هنروح لبطولة الجمهورية لألعاب الكور للناشئين والناشئات تحت 20 سنة. انتوا عارفين طبعا النادي الأهلي بيرعى مجموعة كبيرة جدا من ألعاب من لاعبين ألعاب القوى، سواء رجال وسيدات أو سواء شباب أو شابات. بطولة الجمهورية لألعاب القوى تحت 20 سنة الحمد لله النادي الأهلي أدى أداء كويس، والنادي الأهلي فاز بلقب البطولة. طبعا ده طبيعي، وده احنا محافظين على هذا الإنجاز سنين وسنوات طويلة الحقيقة، إن احنا أبطال بطولة أو أبطال الناشئين أو الدرجة الأولى في ألعاب القوى، لان فرقتنا الحقيقه بدون منازع. يعني ممكن يبقى عندك ايفنت او حاجه تخسر فيه، ولكن في التوتال انت بطل سنوات كتير. النادي الاهلي فاز ببطوله الجمهوريه للشباب والشابات تحت 20 سنه، كاس العاب القوى اللي هي الكاس، البطوله الجمهوريه كاس، لان في بطوله الجمهوريه دوري، واللي اتلعبت على ملاعب المركز الاولمبي في المعادي في الفتره من 28 لحد 30 سبتمبر اللي فات. الاهلي شارك ب 95 لاعب ولاعبه، اما البطوله ككل فشارك فيها 695 لاعب و489 لاعبه، سامعين العدد؟ يعني داخلين في 1000 لاعب ولاعبه او 1100 لاعب ولاعبه، في الوقت اللي النادي الاهلي مشارك ب 95 لاعب ولاعبه، وطبعا كل اللاعبه اللي او ككل مثلوا 33 نادي ومركز شباب. فريق الرجال بالاهلي حقق 9 ذهب و8 فضه و11 برونز باجمالي 28 ميداليه، اما فريق السيدات فحقق 10 ذهب 7 فضه 10 برونز برصيد 27 ميداليه بفارق ميداليه واحده عن الرجال. البطولة طبعا شهدت، البطولة دي اكيد بنتابع فيها ابرز الارقام، يعني دايما بيكون في ارقام قياسية. البطولة شهدت تحقيق رقم قياسي من جانب فريق الاهلي لتتابع المختلط 4 في 100، 4 في 400 متر، 4 في 400 متر، بعد ما كسر الرقم السابق وكان مسجل ب 3 دقائق 43 ثانية 91% من الثانية. ونجح الفريق في تسجيل رقم جديد، وهو كان بقى 3 دقائق و 36 ثانية و79 من 100، يعني فرق قد ايه؟ فرق حوالي 6 ثواني او 7 ثواني عن الرقم السابق. وعلى فكره الثانيه في العاب القوى رقم، فانت النهارده بتكسر الرقم السابق ب 7 ثواني، فده دليل. وده 4 في 400 مختلط، يعني رجال وسيدات او شباب وشابات، فمعنى كده ان انت عندك افضل الناس بتجري او افضل اللاعبين بيجروا في المسافات 400 متر رجال او شباب وشابات. فده الحقيقه الرقم القياسي البارز اللي حصل فيه هذه البطولة. طيب